التعليم العالي تهن الشعب العراقي في ذكرى يوم النصر على داعش. كلية بغداد للعلوم الاقتصادية ترعى مؤتمرا علميا في شرم الشيخ. وقفة حداد تنظمها كلية بغداد على أرواح شهداء العراق. عميد كلية بغداد يلتقي بطلبة المرحلة الأولى. كلية بغداد تنظم عدة دورات تدريبية في مجال التعليم الإلكتروني. مجلة الكلية تصدر عددها 58. إلى التفاصيل. هنأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشعب العراقي بمناسبة ذكرى النصر الكبير الذي حققته قوات الأمنية على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، مؤكدة على المضي في آفاق النجاحات والإنجازات العلمية أو الأكاديمية. برعاية السيد عميد كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة الأستاذ الدكتور لبنان هاتف الشامي، عقد المؤتمر العلمي الدولي للعلوم الإنسانية والتكنولوجيا تحت شعار العلم من أجل حياة مستدامة. نتقدم بجانبين الشكر والعرفان لمعالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور قصي سهيل المحترم على توجيهاته التي من شأنها أن ترفع المستوى العلمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية، والشكر موصول لكل من حضر المؤتمر ولكل من ساهم في نجاحه. وتضمن المؤتمر العديد من المحاور، منها العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم التطبيقية، الإدارة والعلوم الاقتصادية، القانون والعلوم السياسية، البيولوجي والعلوم الطبية. بحضور السيد العميد نظمت كلية بغداد وقفة حداد على أرواح شهداء العراق من المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية السلميين. لذلك نشد على أيدي كل سعي وكل جهد مبارك في هذا الاتجاه، ومن حق كل عراقي أن يرفع هذا الشعار: نحن نريد وطن وليس عفة، نريد وطن نعيش به بكرامة وسعادة ورفاهية، ومن حقنا ومن حق كل العراقيين والرحمة لشهداء العراق، وشكرا جزيلا. وتضمنت الوقفة قراءة سورة الفاتحة وحمل العلم العراقي وإيقاد الشموع على أرواحهم الطاهرة. التقى السيد العميد بطلبة المرحلة الأولى المقبولين في الكلية للعام الدراسي 2019-2020 لمناقشة طبيعة ومتطلبات الدراسة، وبحضور السيد معاون العميد للشؤون العلمية ومعاونه للشؤون الإدارية والسادة رؤساء الأقسام العلمية. نظمت وحدة التعليم الإلكتروني في كلية بغداد ورشتين تدريبيتين في موضوع تطبيقات التعليم الإلكتروني وتطبيقات الجي سويت خلال الشهر الجاري. معلومات كافية عن اسم المادة والقاعة اللي ياخذها بالإضافة إلى مرحلة الشهر. وشارك في الدورات ممثلاً عن وزارة التعليم العالي الدكتور عامر سليم الأمير وعدد من تدريسي كلية بغداد، وقام بإلقاء المحاضرات الدكتور حيدر عبد الباقي مسؤول وحدة التعليم الإلكتروني في جامعة ديالى، والمدرس المساعد أيسر شامل عبود عضو وحدة التعليم الإلكتروني في الكلية. صدر العدد 58 من مجلة كلية بغداد للعام الدراسي 2019-2020، واحتوت المجلة على عدد من البحوث العلمية لتدريسي الكلية وأساتذة عدد من الكليات العراقية والعربية.